والله 5 نطات اوفر ترى، ولا على اللفه. سويده. لا باقي الاخيره. 27 هارت بيت. السلام عليكم، اليوم جيكم مقطع جديد. اليوم جايب لكم ماب، واليوم معي دحوم. يا هلا يا هلا. لازم صفقه يعني، لازم. طبعا هذا الكريتيف الحين طبعا هذا الكريتيف جديد، ما ادري وش صار، بس اتوقع حق الهالوين وزي كذا. شوف كيف ينطط كذا فوق. يا ساتر، شوف كيف، يا ساتر. والله والله شيء جامد ذا. شو اسمه؟ كيف البنج معك؟ 50 والله، افضل من قبل. انا 20 عشان الشرقيه. جيم البحرين. عموما الماب اليوم راح يكون هولدنج جمب، يعني ماب عباره عن نط 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 لما تفوز كذا. ما ادري شلون، بس خلينا نجرب الماب. شفت شكله مره رهيب، شكلا مره رهيب. نسيت اقول لكم ان هذا المقطع برعايه موقع اف ان وورد، قد اعلنت له من قبل، وهذه طريقة الشراء في الموقع وشرح الموقع. استمتع في المقطع، لا تنسون لايك، رابط الموقع في الديسكريبشن. طيب مثل ما تشوفون هذا موقع فين وورد. اول ما تدخل الموقع يطلع لك هذه الصفحة، انزل تحت يطلع لك حسابات. مثلا يقول لك هنا سيزون 1 باتل باس، يعني مضمون هنا باتل باس سيزون 1 $3 بس، وفي 700 حساب. هنا في سيزون 2 $3 بعد، وفي 237 حساب. فمثلا هنا ابغى زائد 20 سكن، بيقول 5 من الحسابات ال1000 هذه او ال1086، 5 منها فيها بلاك نايت، يعني ما تدري اي حساب اللي فيه بلاك نايت، لكن وقت ما تشتري احتمال يجيك بلاك نايت بنسبة بسيطة او لا. اول ما تشتري يطلع لك هنا accounts can be unverified، يقول لك الحساب ممكن يكون موثق ممكن يكون غير موثق، فانتبه وانت تشتري. يقول قبل ما تشتري اقرا الشروط حقتنا عشان تعرف كل شيء. طيب انا بشتري حسابين، راح يطلع لي حساب $3.20، هنا احط الايميل اللي يبغى يوصل عليه الايميل حقهم اللي فيه المعلومات حقت الحسابات. بعدها يطلع لي طريقه الدفع، راح اختار باي بال. اوكي باي ناو، هنا وصلني الايميل حقهم، احط فيو اوردر، وهنا راح تطلع لي حسابات مثل ما تشوفون. ان شاء الله استفدتوا من الشرح، واهم شيء اقروا الشروط قبل ما تشترون عشان ما تصير لكم اي مشكله. اوكي هذا هو الماب، يقول مومنتوم ات، خلني ابدا ما عرفت اتكلم. بسم الله. اوكي هذا اول ليفل سهل، اول مومنتوم قصدي ثاني ليفل سهل. اليوم انا وصلت اخر ليفل. تحوم ايش فيه؟ لعبتي ما نوب. والله ما ادري كم ليفل. اي والله توقعت تروح تشوف كم ليفل. هذا لك تو بوتم شاكس وان. الله يلا يلا الله عليك. اي شيء اخيرا. اوكي سهل هذا هذا ريزي. اح نقصت بزياده. والله يا نقزتي ما شافت الاحتراف، قاعد اسوي قياسات وما ادري وشو. اخر شيء نقزك ابو كلب. اي اخيرا. اوكي بغيت اروح اكس بعد. الله في تحليقه هنا. بسم الله تكفون ابو اوصل. اخيرا يا رجل. اوه شيء اخيرا. اوه شيل. اوكي لازم تركض. رحت رحت. الله عليك ايزي. هذه النكبه. افتح الباب. افتح الباب. هذا وين فاتح لك الباب؟ يلا ورنا الحين فاتح الباب. والله اني داري. يا ساتر. انا بفتح الباب مره. اوكي. تحت ابو. باب رابع باب رابع. خامس. اما خامس. كلهم خلاص المرة كلهم. والله خامس. يا اخي نطيت والله. والله 5 نطات اوفر ترى. ولا على اللفة. سويده. لا باقي الاخيرة. ما بيزي حرام عليك. والله انه ايزي، بس اني ما ادري ايش جايني. النرفزة ذي لو تروح مني بس كانوا. انا قاعد اجرب المشكله وقاعد اخلص البلات بدون مخطي. يا الله النط الخامسه ايش في امها. 2000 years later. اخيرا اخيرا. يا كفي. يا ساتر يا رب. يا ساتر. ما بغيت. يا ساتر. اح والله سويتها نفس تفكير انت. كذا ان هذا. ايه. اوكي لا انت تصبر. خيرا يا رجل اقسم بالله قعدت سنه في ذا. مو بسنه والله مره طولت.
قاعد تسمعك صوت سبيس بس قاعد تسمعك هي. انا قاعد اعطيها زيك ايش تعطيها هات الخايسه ترى بدك توقف تعطيها واحده واحده هي اسهل ان اسوي ذي الحركه مستمر اوصل الاخيره اعطيها نط نط الاولى بس الثانيه لا والله الاخيره والله الاخيره اللي بعدها كم حبه والله ما ادري واجد اكثر من اللي عندك بس يمين يسار يا ساتر وترت شوف في النص لان ابليس يا رجل دي شكلها لازم انط من البدايه مره بدايه بسم الله اوكي اخيرا يا رجل اصبر الله عليك الله يا الله شيخ اي يا شيخ طعم الحاله اي يا شيخ طعم الحاله طيب اوكي لا والله غباط طحت توني بقول ايش السالفه جايب اول شيء صعب بعدين سهل اقول لك انت اللي بعدها ترى نازله شوي يعني قريبه مره اح والله خفص راسي اوكي مع السلامه روح ابغى هوش لك ساش معرك لولا والله معرك بابا صار لعبه دي الله عليك الله عليك مع سبيس ها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اوكي اللي بعد شلون اوه كلهم مع سبيس سلوم كلهم مع سبيس كيف انط النطه الثانيه طيب ايوه هلا بالله ما اتفقنا على كذا ما اتفقنا على كذا واخر واخر قلب بوز اوكي احس انها سهله سهله مره بغيت ترى عندك تعدي الليفل كله أوكي. على طول روح ل 19 روح ل 19 ما اقدر ما اقدر اوه تاخر مره تاخر 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 انا ولا انت اوكي خيرا يا ساتر ذي احس انها صعبه في عزم يا ساتر ايش الحركه؟ وش الحركه اللي قاعد تسويها انا؟ عمّا مع لفة شت مع لفتين مو بلفة بس أصلا من هنا تسوي عسى بعدين لا تونا سوي ذن آخر شيء بادر لا سقيت على الطرف ما أدري شلون طحت كل شيء صح سبحان الله أخيرا يا رجل ساتر وصلني وصلني يا الله لا والله شفت كثر رقيت اوكي اوكي اي وصلني يا ساتر يا ربي وانت ربي والله واجد ترى ذي اتوقع بديك تسويها بنطة ترى لا لا مو كذا هو عليك يا الله تكفى الله الله سويتها يا ساتر ليش صار لي انا قبل شوي وش سقعت بالكفر كفر اول ما نزلت سقعت بالكفر فما اخذت تشيك بوينت اوه وطحت على تحت يب اسمع 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 المسها هذا الكفر ومن فوق اوكي فهمت المسها من فوق لا 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 يلا سلموا مع السلامة السلامة الله يعينك السلام عليكم رفعت ضغط كي اس اي اهلا برفعت الضغط تكفى 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 وصلني يا مستحيل مستحيل الماب 2000 years later مين بجاية مارك طيب اذا ما كنت في النص عاد جي جي
زي كذا ضابط الوضع. تكفون اخيرا. يا ساتر يا ساتر يا ربي يا ساتر يا ربه. لا لا الله مستحيل. كم لي وانا اسجل كم لي؟ يا ساتر يا رب. مرحله 23 الحمد لله يا رب الحمد لله. يا ساتر هذه صح لي الحين ولا شلون؟ ها انا ليش قعدت هناك قبل شوي؟ والله شيء غريب. يا ساتر الشموع اللي كانها صعبه كانها للحين ما لعبتها بس كانها صعبه. انا ما ادري متى بخلص بس ان شاء الله اني اخلصها. الله 25 يا ساتر يا ربي يا ساتر يا ربي. اوه 25 خلصنا الحمد لله. والله ما ادري كم باقي بس ان شاء الله انه باقي شوي ان شاء الله. يا ساتر يا الله. ليش ما ناظر فوق انا؟ ليش ليش انا كذا؟ لا لا خلني اعيدها واناظر فوق واخلص الماب ان شاء الله. يا اخي حط تشيك بوينت هناك ايش بيضرك عند الامبوز؟ يعني الامبوز عباره عن ليفل ثاني، ليش ما حطيت فيه تشيك بوينت؟ طعم العذاب. والله يعذب في هذا الماب يتلذذ بالعذاب. تكفون. تكفون. يا ساتر هذه شلون؟ هذه شلون؟ ابي اعرف شلون الف عليها. يعني الهواء يدفني على البونصر يعني ما اقدر اسوي شيء يعني صراحه ما اقدر اكمل. يعني هذا الماب لعبته قبل اذان العصر اوكي يوم كنت مع دحوم صليت العصر رجعت كملت الحين بياذن المغرب. تخيلين قد ايش المده اللي قعدت فيها. لا والله جدا 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 صعبة. حاولت بشتى الطرق حاولت وانا خلاص. المهم بس هذا كان مقطع اليوم راح اوريكم النهاية الحين وبعدها اشوفكم على خير. سلام.